بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عادل عبد اللطيف من قناة رتك، تذكرتك لرأتي العالم بشكل مختلف. معنا هنا معاذ القويز، محمد القويز، محمد سعودي تورست. يا هلا. نقدم لكم فلوق ألمانيا. صباح الخير، في آخر يوم لنا في هامبورغ. الحين بنسوي تشيك اوت. يلا يا ابو قويز، جاهز؟ جاهز جاهز، تو قاي. احمد انت ما شاء الله الظاهر شنطتك اكثر شنطة سافرت في العالم. ما شاء الله تبارك الله. هذه شنطة كبيرة رحنا قبلها للنرويج. اي ما شاء الله، كيف الجو هناك؟ والله بارد. يا ساتر، بارد بارد. احلى لجل هامبورغ. هامبورغ الحين حر، بعد تعتبر حر بالنسبه لنا الحين. لابسه ايه، لا ما شاء الله عليك، ضد المطر بعد شغل. احلى شيء. احنا الحين بنروح للقطار البرلين، بس انا بعلمكم نظام القطارات. تاخذ تذاكر من الماكينه تشتريها، او بس من المكتب هذا، اي مكتب مكتوب عليه دي بي، هذا محطه القطار. هنا تاخذ تذاكر القطار. الماكينه حقت الحجز اللي قلت لكم. وخر يا اخوي، خلنا نشرح. وخر التذاكر انا وشلون بتشرح بدون التذاكر؟ طيب يلا، الماكينه اللي قلت لكم، المكتب اللي قبل شوي، او المكاين هذه هي اللي تطلع لكم التذاكر. وممكن انك تحجز اونلاين، يطبع لك الورقه زي هذه. لازم تسجل الاي اكس حبيبي، وخر التذاكر. تسجل هذا والرقم هذا، طبعا تطلع لك التذاكر هنا. هذه النكبة، يا يعني النكبة، ناس الجوازات، ناس الجوازات في الفندق. شو قاعدين نوثق؟ حيوان حيوان، باقي لنا 10 دقائق. حيوان. احنا تو جايين لمحطة القطار، كانوا موقفين حسب في حادث في شيء، لكن صار في سباق دراجات. شوفوا شوفوا النكبة، تو راجع مع الجوازات. لا وقاعد يصور سنابات، يصور اللي يتسابقون ذولا ويطقطق عليهم. يا حيوان، احنا قاعدين نحتريك وانت قاعد شوف الكرش العسكري. شوف شلون خفيفة، ايش رايك؟ خاف من جوال. هذا رقم القطار. اي اي، هذا رقم القطار. لحشتني. طيب لا تحرك لا تحرك. ها يلا، هذا رقم القطار. اي، وصدف انه موجود في صف رقم 7، طبعا موجوده في اللوحات. اروح اقارن في اللوحه على طول. تدور الارقام هذه تلقاها في اللوحات وتنزل. ممتاز، سهل سهل سهل. كنسلوا القطار كله بسبب الذا، لانك مأخرنا. ما اخرنا. شوفوا كنسلوا قطارنا، بعد ساعه بنروح بقطار ثاني بس بمسار ثاني، كله من ذا الدب. لا خلاص راضي عليك الحين. تونا الحين راكبين قطارنا متوجهين لبرلين، وهذه غرفتنا الحين زي الكابينة. شوف 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 اللي يرقص هناك، حيوان. قطار والله باين انه قديم يعني، مقارنة بقطارات اسكتلندا. وريك سحر، وريك سحر. يلا وريني سحر. لا وين وين اصور؟ طيب ها، لا تنظر عشان ما اي ها. الله يا السحر. ابرك ادبرك. ايوه. ايش رايك؟ العم بليسك يا اخي، والله انك ايش رايك؟ ما يبي نشوف. ايش رايك؟ والله انك ساحر يا اخي، والله انك ساحر. وصلنا العاصمة برلين أخيرا. وقف القطار، غير المسار، وصار مشاكل كل من هذا. حظك سيء أنت. الجميل في محطة قطار برلين، شوفوا هذه الأدراج، سيفتي بوكسس للشنط. شوفوا كبرها، حلوة على طول على الشارع. لعبته لعبته العودان. يلا ورنا. هذا والله ما عليه من عودان ولا ذا، اهم شيء ياكل. طاقة الجوع. شوف الاحتراف، شوف الاحتراف من كثر السفريات ما شاء الله. يلا ما عليك، كل بالعافية. ما شاء الله ما شاء الله، شايف المسكة على طول. يلا
ابو حميد، ابو حميد الثاني يعرف لها. وانت صح حلو، امسك امسك طيب شيء. ايش تبي؟ امسك اي شيء يلا. يلا القهر من فندقنا في هذه النقزه اللي تشوفونها، يخلون الواحد ينقز، لكن الحين مقفلينها ما تفتح الا في الويكند. احنا بنمشي قبل الويكند. يلا الله، احنا في السطح الحين دور 37. شوفوا شوفوا الاطلالة، شوفوا هذه الجهة الشرقية. طبعا ايام الانقسام كانت هذه تحت الاتحاد السوفيتي الجهة دي، فتشوفون كانت البيوت قديمة والعماير كلها تقليدية. اما الجهة هذه هي الجهة الغربية، كانت من بعد الشارع، من بعد الشارع تقريبا. هذا بعد الشارع، هذا هي الجهة الغربية، برلين الغنية اللي كانت الغنية وكانت متفتحة أكثر ولا تتبع الاتحاد السوفيتي. شوف فرق العماير، فرق البيوت، وفرق يلا هذه غرفتي أنا وياك أبو حميد. غرفتنا حلوة متكتكة، شوف الإطلالة تستاهل. هاي على البرج. الحين بناخذ جولة على المدينة، واحد مر انه بياخذنا مع باص، لا يفوتكم بس شكل الباص رهيب 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 رهيب، اقسم بالله يا عيال يا الباص انه خرافي خرافي رهيب. شوف شوف الجير بس وين. يا سلام سلم والله قديم لبسنس ايميل بس رهيب رهيب. الحين وصلنا عند جدار برلين نفسه، موجود الى الان. هذا هو، هذه كلها القطع جدار برلين ما تغيرت الى الان، لكن هم دعوا فنانين ورسامين انهم يجون يرسمون رسماتهم هنا. شوفون زي ما هم، شوفون ما كان رفيع يعني، العالم كانت تقدر تنجز، لكن المشكلة في انهم اذا قدروا يتخطون الجدار كان في قناصين يرمونهم، فكان صعب صعب جدا انك تروح من الجهة الشرقية للغربية. طبعا ما حد يفضل ان يروح العكس من الغربية للشرقية، لا. المبنى هذا من ضمن المباني اللي تأثرت وقت الرصاص، ووقت الرصاص وقت مداهمة السوفيت للجنود النازيين عند سقوط برلين 1945. طبعا انتم تعرفون اغلبكم انه في اخر لحظات سقوط برلين هتلر امر بتجنيد حتى الاطفال والعجائز والشياب اللي في برلين، فاعطوهم اسلحة قالوا لهم حاربوا يعني لاخر رمق يعني. من ضمنها الشارع هذا، كانوا هم يمشون السوفيت الجهة ذي طبعا يعني الشرقية، كانوا السوفيت يمشون شارع شارع يطهرون يقتلون النازيين وكذا. ومن ضمنها المبنى هذا كان موجود وقتها، وتلاحظون يعني آثار الرصاص وكذا، كانوا يقاومون حتى الأطفال كانوا يقاومون، كانوا يعطون أسلحة وكذا. شوفوا القبة الحين ناظر شكلها قبل بعد الحرب العالمية الثانية كانت بالشكل هذا، شوفوا كيف الدمار وناظر كيف الترميم، شيء شيء شيء. شوفوا هذه أول إشارة مرور عندهم، شوفوا شكلها كانت كذا. And here you can see the checkpoint is in a museum right now. And this is just ترى كذا بس. Just a replica. يقولون إنها طبعاً يعني تقليدية مهيب حقيقية، ما كانت كذا أصلاً. نقطة التفتيش. هذه هي اللي تشوفونه يعني شكل بس وديكور، ولا ما كانت كذا اصلا. تشوفون الحين ابوريكم صور من جوجل لقطة تفتيش تشارلي الحقيقية. تشوفون كيف هذه الدبابات الامريكية كانت واقفة.
لأن جت فيها قروشة وسالفة. بين الاتحاد السوفيتي وقوات التحالف. بنودع خوينا راعي الباص، والله انه رهيب. باي 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 باي. يخدب والله ما ادري ايش فيه، يجلس ورا ويقعد يتك على جواله، دايم متأخر دايم متأخر دايم. ولد ليه كذا تأخر؟ هذه حياتك، ما غير تمسكني وانت متأخر. وبعدين ليه كذا انت؟ يا خليك جنبنا، خليك معنا، سولف، اترك جوالك. ما اقدر اترك، ما اقدر اشوف انستغرام. ليه؟ انستغرام على بال انني ماسك انستغرام وتويتر. لا 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 يا رجال. حنا عند مكان مشهور مره مره ببرلين. شوفوا البوابة هذه لها قصة خطيرة. عام 1987 قبل الاتحاد الألمانيتين كان البوابة هذه تفصل تقريبا بين الألمانيتين، ما كانت جدار لكن بوابة تتسكر وتفصل بين الألمانيتين. حنا الآن في الجهة الغربية اللي تسيطر عليها أمريكا ودول التحالف. تشوفون هنا ناظر العلم الأمريكي ما زال موجود إلى الآن، مع أن في حكومة ألمانية الحين، لكن على العموم من اللي أمر بفتح البوابات اللي هو الرئيس الأمريكي رونالد ريغان. عام 1987 أمر بفتح البوابة واتحاد الألمانيتين. Come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. كان في المكان هذا يقف 100,000 واحد، وحتى يصيحون من الشوق وكذا، يعني من الفرحة ان فيه بيكون في اتحاد بين الألمانيتين. زي ما شفتوا في الفيديو اللي حطينا لكم، هذه البوابة على ما هي موجودة، كانوا هنا يقفون هنا الجهة الغربية وهناك كانت الجهة الشرقية. طبعا البيوت اللي هناك والعماير ونظام الحكم كان سوفيتي، وكانوا زي ما تقولون عايشين في فقر. بوغاز مطعم صاحي ولا لا؟ هذا هو، شوف الحين لك شكله اخترت هنا تقييم على العلم. كفو، هلا. الارقام بالطلب زي البيك عندك. يا ساتر، هذا مطعمنا عاد مختار محمد القويز. بنشوف والله العالم تطلب وارقام وشغل. الله يعيننا على الزحمة. يقول ايش فيه؟ وش فيه؟ مكروش بالانجليزي، ولا ادري ايش السالفة. ما يدري ايش وجه يا عيال. جاي بيصور بالسناب، يصور المطعم كذا، يصور المنيو، بعدين دخل على اللي قدم الطلبات وقرب الجوال له وكرشه، قال بل بل بل. هذا ما يدري ايش قاعد يقول. عاد انا ما لحقت، اللي لحق على الهوشه محمد. بالله ايش قال له؟ قال له لا تصورني كذا تحط الجوال بوجهي، ترى انا ما اجيك المكان عملك وارز الجوال بوجهك، مع اني اعتقد اصلا انك ما تشتغل اصلا. قال اعتقد انك ما تشتغل. الحين بيقعد عليه. يلا يلا روح شوفه هناك، يلا روح اسوي شوي، اسوي بلبله، اسوي طقه. خايف. بسم الله، يا سلام سلم، هذا طلبنا يا رباه. يلا احنا مشغولين، حتى معاذ مشغول. يلا 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 يلا، مع السلامه، قفلوا.